السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيباتي في الله، مرحبا بكم مع أمني براس. اليوم إن شاء الله جبت لكم وصفة جديدة. وصفتنا اليوم راح تكون وصفة مزدوجة، يعني الوصفة اليوم تقدر تخدمها المرأة اللي حبت تحبس الرضاعة أو تفطم ولدها، وباش ما تعانيش من احتقان الحليب في الصدر، ما تعانيش من هذيك الآلام اللي تفوتها في ذاك الأسبوع اللي فطمت فيه الولد نتاعها، يعني وتجيها الفطام خفيف إن شاء الله، وينقصلها الحليب بالتدريج وبدون أي ألم. الوصفة الثانية ونفس المكونات رايحة تكون بإذن الله بإذن الله حل لكل امرأة ما تأخرت في الإنجاب، وكان سبب تأخر في الإنجاب هو ارتفاع هرمون الحليب. هذه الوصفة بإذن الله رايحة تعطيك حل إن شاء الله. واش رايح نشوفه في الوصفة تاعنا؟ العشبة اللي رايح نحتاجها في الوصفة تاعنا هي يعني العشبة اللي لازم تكون، اللي هي الميرامية كما راكم تشوفوا. هذه عشبة الميرامية تنفع جدا جدا في إنقاص هرمون الحليب، وعندها شحال من فائدة راح نحطها لكم في صندوق الوصف. وعندنا أيضا نعناع جاف كما راكم تشوفوا، نعناع جاف هذا أيضا عنده فائدة كبيرة. واش راح نديره؟ راح نجيبه حفنة من الميرامية وحفنة من النعناع الجاف ونحطهم في ماء. هذاك الماء لما يغلي نحطه الحفنة نتاع الميرامية والحفنة نتاع النعناع، ومن بعد نغلقه على الماء ونحطه هذا ونغطوا الإناء نتاعنا. نعاودو، لما يغلي الماء نحطه حفنة الميرامية وحفنة النعناع، ومن بعد نغلقوا النار تاعنا ونغطوهم، ومن بعدين نخلوهم لمدة 10 دقائق إلى ربع ساعة حتى يطلق كامل الزيوت تاعها والفوائد تاعها، وتولي دافية، ما توليش باردة باردة، تولي دافية. بعدين ناخدو كاس صباح، كاس العشية، وكاس في الليل، تحبوا قبل الاكل تحبوا بعد الاكل عادي جدا، ماهيش مشكله. المهم بالنسبه للنساء اللي حابين يفطموا اولادهم، ماذا بيكم ديروها في الاسبوع مثلا؟ عاد تفطميه الاسبوع، عاد تبدي تفطميه يوم الاحد، ديريها من يوم الاحد اللي قبله وبدي في هذا الوصفة حتى ينشف لك، وما عندهاش أضرار على الرضيع بإذن الله. وراني جربتها شخصيا، يعني مش راح نجيب لكم وصفة من راسي، بل الوصفات اللي مجربينها الناس قراب ليا أو مجربتها شخصيا. أنا هذه الوصفة راني جربتها شخصيا ونفعتني جدا جدا، رائعة. تحبوا أيضا تزيدوا معاها حفنة من المعدنوس، تاني روعة، حطوهم مع بعضهم ليغلوا أو في ماء مغلي ويطلقوا كامل هذيك الفوائد نتاعهم، راح يعطيكم وصفة فعالة بإذن الله، ومش راحين تتخلصوا من هذاك الاحتقان نتاع الحليب، ومش راحين يجوكم هذوك الالام نتاع الصدر ان شاء الله. وراح يجيك فتره الفطام ماهيش صعيبه وماهيش مؤلمه كما شحال من وحده. المهم بالنسبه ثاني اللي عندهم ارتفاع هرمون الحليب، كذلك نفس الوصفه، تحطي حفنه من هذا، وتقدروا ايضا تستغنوا على النعناع، تقدروا ديروا غير الميراميه وحدها، لكن الميراميه والنعناع يعطيكم فعاليه رائعه ان شاء الله. ماذا بيا تجربوهم، كذلك ديروا كاس صباح وكاس في الليل وكاس في يعني 3 مرات في النهار، ويكون دافي، راح تعطيكم بإذن الله وصفة رائعة، نتيجة رائعة بإذن الله. نتمنى تجربوا هذه الوصفة، ونتمنى تتبعوا قناة وتعطوني نصائح وكذلك آراءكم. واللي عندها أي وصفة أخرى بالنسبة لهذا الموضوع أو كيفاش تفطم الرضيع نتاعها، تحطلنا في التعليقات، يعني وش هي الحاجة اللي تديرها باش يحبس لها الحليب وما يضرهاش، تحطها في التعليقات. نتمنى تستفادوا من هذه الوصفة، ونتمنى تجربوها وتحطوا لي آراءكم وتعليقاتكم في لي كومونتير. هذا بالنسبة لوصفة اليوم، نتلاقوا في وصفات أخرى إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى الملتقى إن شاء الله. سلام.